الوطنية. الإنسان يكون وطني، يحب وطنه، حب الوطن من الإيمان، هذا أمر إيجابي. أما أن تكون وطنيتك سببا لتدمير وطنية الآخرين، هنا المشكلة. يعني حقك ينتهي حيث يبدأ حق الآخرين. إذن الطائفية بما هي هي بمعناها الحقيقي ليست أمرا سلبيا، إنما الأمر السلبي أن تتجاوز حدود حقوق طائفتك فتهضم وتنسف وتحطم وتدمر حقوق الآخرين. هذا هو الأمر السلبي. هذه هي النقطة الثانية في الآية الشريفة. ولذا الله عالج الظاهرة السلبية لهذه القضية. النتائج السلبية الاختيارية لهذه الظاهرة الاجتماعية، ولم يرفض هذه الظاهرة الاجتماعية كما أنه صنع الشعوب والقبائل. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم، الله جعلنا، ما في إشكال. التعددية أمر جيد، أن تكون هناك طوائف عديدة ما في إشكال، شعوب عديدة ما في إشكال، لكن المشكلة في أن تناكروا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم، شنو؟ إحنا جعلناكم، الله جعلهم، هذا جيد، شعوبا وقبائل، بس شنو النتيجة؟ شوفها شنو هي. لتعارفوا، مو لتناكروا، لتعايشوا بتعبير آخر، مو لتتضاربوا أو لتضاربوا. إذن هذه هي النقطة الثانية في الآية القرآنية الشريفة. النقطة الثالثة وباختصار نتوقف عند كلمة الطائفة والطائفية. هذه الكلمة كما تعلمون مشتقة من كلمة الطوف والطواف. الطوف يعني المشي حول الشيء. في الآية القرآنية الكريمة أن طهر بيتي للطائفين، يعني شنو؟ الذين يطوفون حول البيت، يدورون حول البيت، إما مشيا أو ركوبا على أي تقدير. الخيال يسمى طائف، ليش؟ لأنه يطوف بالبال. في اللغة العربية الخيال من أسمائه الطائف لأنه يطوف بالبال. الحارس الليلي من أسمائه الطائف، ليش؟ لأنه يطوف حول البيوت حفظا لها وحصانة وتحصينا لها من اللصوص. الجن أيضا والشيطان يسمى طائف، إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني شنو؟ لأن الشيطان يطوف حول الإنسان لكي يقتنصه ولكي يلقيه والعياذ بالله في نار جهنم. إذن الطائف يعني شنو؟ يعني ما يطوف حول الشيء. الطائفة سميت طائفة لماذا؟ لأن بعضهم يطوف حول بعض، عندهم تماسك اجتماعي، بعضهم يهتم بحوائج البعض الآخر، إذا مرض منهم أحد يعودونه، إذا افتقر يساعدونه ويغنونه. فالطائفة بما هي هي أمر إيجابي، ما في مشكلة في الطائفة، أن تكون في طائفة، أن تكون ضمن طائفة، ضمن قبيلة، ضمن عشيرة، ضمن وطن معين، ضمن دولة معينة، هذه مفاهيم إيجابية في حد ذاتها، ما فيها مشكلة. أن تكون في طائفة وأن تسعى لتحسين شؤون طائفتك وأوضاع طائفتك ليست المشكلة ها هنا، إنما المشكلة كما قلنا ونؤكد أن تتعدى هذه الطائفة على حقوق تلك الطائفة أو العكس، ماكو فرق. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب معتدين. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلم ولا تظلم، الله لا يريد لك أن تظلم ولا أن تنظلم أو تظلم، بدون شك وبدون كلام. هذا هو مختصر حول هذه الكلمة في الآية القرآنية الكريمة. الآن لاحظوا، احنا نشوف هناك بعض الدول، الكثير من الدول ولله الحمد متفهمة لهذه القضية، ولذا تسعى أن لا يكون هنالك احتقان طائفي. هذا أمر إيجابي لأنه لصالح الناس ولصالح الدولة. أي توتر طائفي ونزاع طائفي واقتتال ينجم عن ذلك التوتر الطائفي لضرر الناس، هذا واضح، الفتنة أشد من القتل، ويضر الدولة. الدولة تريد الاستقرار، صحيح أو لا؟ أكو دولة لا تريد الاستقرار؟ كل دولة فإنها تريد الاستقرار، لأن هذا الاستقرار لصالحها ولصالح المواطنين، وكل إنسان حكيم يريد الاستقرار أيضا. والله سبحانه وتعالى أيضا في هذه الآية الشريفة يؤكد وإن طائفتان من المؤمنين شنو اقتتلوا فأصلحوا بينهما. في الآية اللاحقة يقول، الآية اللي بعد هذه الآية الشريفة، إنما المؤمنون
إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لكن بعض الحكومات ربما تكون هذه غير متفهمة لهذا المنطق. نحن نخاطبهم الآن ونقول من صالحكم أن لا يكون هنالك احتقان طائفي. الدولة إذا ساهمت في رفع التوتر الطائفي ذلك لصالحها بلا شك، يرضي الله ويرضي الوجدان ويسب استقرار الحكومة وازدهار البلاد أيضا. لكن بعض الحكومات أو بعض المسؤولين في بعض الحكومات لهم نوع من الحذر من الشيعة، لهم نوع من الحذر أو التحسس أو التخوف من أتباع أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام. نحن نقول لهم هذا التحسس ليس في محله، هذا الحذر ليس حذرا عقلائيا صحيحا. إذا تخوفت من طائفة من الطوائف فانزع فتيل التوتر، إذا نزعت فتيل التوتر المشكلة تنحل. كيف ننزع فتيل التوتر؟ الآن احنا في تلك الدولة البعيدة مثلا تخاف من الطائفة الشيعية، تخاف من أتباع أهل البيت عليهم السلام. نقول لهم لماذا تخافون منهم؟ التوتر الطائفي بيد الحكومة أن ترفعه وأن تستقر بشكل أفضل أوضاعها. كيف نوضح ذلك؟ التوتر الطائفي من أين ينجم؟ واحد تضييق الخناق، إذا واحد خنقته ينفجر ضدك، هذا واضح خاصة في عالم هذا اليوم. أما إذا فسحت له المجال، أعطيته حقوقه الطبيعية الإنسانية والدينية المشروعة، لا نريد أكثر من ذلك، إذا فسحتم المجال لأتباع أهل البيت عليهم السلام لكي يبنوا المساجد، خلي تكون الحكومة حنبلية، مذهب الرسمي خلي يكون حنبلي أو شافعي أو حنفي أو مالكي، ما يخالف لكم ذلك. لكن الكلام أن هنالك أقلية في بلدكم أو أكثرية أو أي شيء آخر في تلك البلاد، الأقلية هم أتباع أهل البيت عليهم السلام، إذا فسحتم لهم المجال لتأسيس المساجد، هذا ما رح يخلي هذه الطائفة تقترب لكم أكثر ويسود السلم الأهلي؟ لاحظوا إحدى هذه الدول إما بنت أو ساهمت في بناء ألوف المساجد في بلدهم، حسب إحصاء كنت أقرأه 37,000 مسجد هذه الدولة بنت في أرجاء بلادها، 37,000 مسجد، والشيعة في ذلك البلد بين 15% إلى 20%، أين مساجدهم؟ ليش مسجدين الثلاثة في فلان منطقة تمنعوا ما تسمحون لهم بالبناء؟ هذا يثير التوتر الطائفي، مو لصالحكم. ولذا نفس هذه الدولة قبل فترة شوية فسحت المجال للشيعة بأن يبنوا المساجد، الشيعة صار الوضع أفضل، يعني العلاقة بين هذه الطائفة وتلك الطائفة وبين الناس وبين الدولة صار الوضع أفضل. إذن هذا لصالح هذه الدولة أو تلك الدولة أن تنزع فتيل التوتر الطائفي. كيف؟ عن طريق إعطاء الحقوق المشروعة لها. تبنون مساجد لأولئك ما يخالف، ابنوا مساجد لهؤلاء أيضا، أخوان أعطيت ذاك الأخ حقه، جيد ما في إشكال، لا نناقشكم في ذلك، لكن هذا الأخ أيضا أعطوه حقه. لماذا 37,000 مسجد يبنى لأولئك؟ الأرض بالمجان، البناء على الدولة، لكن هذه الطائفة بفلوسهم يريدون يشترون أرض أو يبنون، وأكو قيود وحدود ومشاكل هذا مو لصالحكم. وكذلك الحسينيات، الحسينيات إذا بنيت شايفون حسينية تتحرك تحرك سياسي ضد الدولة، الحسينيات شؤونها شؤون مذهبية كما هو واضح، تتحدث ويتحدث الخطباء الكرام عن الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس وما أشبه ذلك.